كون جيت تقتلني انا نقول لك ما تصليها، ولكن ما واحد اخر يقول لك اقضي فكون تسولني انا من كبرت لك من اللعبه نتاعك احشم احشم مع ربك احشم احشم. هذه كل جيت سردها ربع الظهر وربع عصر وثلاثه المغرب وربع عشاء وبعد عشاء ثلاثه تاع المغرب، هذه كان جيت سردها ربع الى 12 دقيقه وبزاف، وتقدر تروح ترقد يا لطيف، وتقدر ترقد على هذه الكيفيه على هذه الكبيره من الكبائر. ولما ضيعتها قال من اقامها فقد اقام الدين، قال ومن ضيعها فقد ضيع الدين. ولي ما يصليش هذاك النهار وتعب، مثلا كان خدام وتعب وتراكمت عليه، يجي في الليل يقول لا سمعت وتهرب كيفاش انا عيان وما صليتش ما صليتش خلاص ما صليتش. الصباح كي نجي نايض قبل ما نموت نجي تاع البارح، السؤال اللي تقدر ترقد في ليله ما صليتش يوم وليله؟ وشكون يضمن لك باللي راك تصبح؟ الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. كيفاش؟ الاستهزاء بالصلاه. قال يصلونها يصلونها لكن لا يصلونها في اوقاتها. وفي سوره مريم وهو ختام الدرس تقرأ هذه الآية الكريمة، فخلف من بعدهم خلف، جينا احنا راحوا هما الأولين رضي الله عنهم، الآن جينا احنا، فخلف من بعدهم خلف واش داروا؟ قال أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كلمة أضاعوا، قال العلماء هنا أضاعوا مش ما عندنا يصلوش خلاص، قالوا يصلونها يصلون لكن لا يصلونها في اوقاتها. ولما راهي الصلاه ضايعه شوف ربي واش راه داير لنا هذه المعيشه اللي رانا عايشينها بسبب واش؟ لما خلينا دين ربي في هذه الصلاه الفريضه هذه، شوف ربي شو واحد مستقر الحال، شو واحد راه مطمئن وسعاده وشايف بركه وشايف رحمه وشايف فضل، تخططوا في المشاكل من الليل للنهار في البيوت في العمل في الشارع في المسجد في السماء في الارض، ما كان لا سكينه لا طمانينه لا هدوء لا راحه بال لا بركه ارزاق لا بركه في الاولاد علاش؟ وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه. من هذا هو الدرس الثالث اللي درناه في ليالي رمضان وهو الحديث عن الصلاه وبالاخص اقامه الصلاه في وقتها كما امر الله وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.